يعتبر اللواء الأول أحد أهم الألوية العاملة في دمشق، حيث يرابط مقاتلوه بنسبة 75% على جبهات أحياء القابون وبرزة وتشرين، وتشرف نقاطهم العسكرية على مناطق استراتيجية وثكنات عسكرية تابعة للنظام، حيث أكد لنا قادة عسكريون من اللواء الأول أنهم لم ينسحبوا من أي نقطة عسكرية بعد إبرام الهدنة في حي برزة، بل عززوا نقاطهم بالمقاتلين أكثر، وهم على أهبة الاستعداد لأي عمل عسكري قادم أو أي محاولات اختراق من قوات النظام. حي برزة الدمشقي، بالنسبة لحي برزة الدمشقي نسبة 75% يربطوا اللواء الأول موجود في دمشق. هلا نحن عملنا هدنة، كثير عالم إنه كلواء إنه جيش حر، فكرة إنه مصالحة وش اسمه، أما هي موضوع هدنة 100%. زاد الضغط علينا نحن كجيش حر بالنسبة لدخول المدنيين، صار عندنا العمل الأمني زايد أكثر، إنه في عندنا عمل أمني داخل البلد وعمل أمني على نقاط الجبهة. زادت نقاط تمركز الشباب المقاتلة على الجبهات لأنه صارت بدها تحمي أفاها وأمامها. هلا نحن بموضوع هدنة، ما موضوع لا مصالحة وطنية مثل ما عم تروج له أجهزة النظام والقنوات المؤيدة لهذا النظام. أما جبهة القابون تختلف عن جبهة برزة، فأغلب النقاط العسكرية في القابون لم ترتبط بهدنة مع النظام، فتشهد جبهة القابون عمليات قنص يومية بين الطرفين، حيث تتمركز كتائب الثوار على مقربة من الثكنات العسكرية ومناطق حيوية للنظام كثكنة الروس ومبنى الوحدات الخاصة ومبنى السيرونيكس وفرع المخابرات الجوية، إضافة إلى أوتوستراد دمشق حمص الدولي. احنا هون رابطين على مدار ال 24 ساعة على قطاع القوات الخاصة والشرطة العسكرية سيرونيكس وعلى مبنى البلدية وعلى استيراد دمشق حمص الدولي. وهذا القطاع ما فيه هدنة، الجيش بيحاول يوميا انه يتقدم ويقمص عالم من هون، ونحن نتصدى له من هاي الاتجاه من عنا. وفي ظل هدوء يخيم على جبهة حي برزة وابتعاد المقاتلين قليلا عن أجواء الحروب، يعمل اللواء الأول على إقامة الدورات العسكرية والشرعية باستمرار من أجل رفع اللياقة البدنية للمقاتلين على الجبهات، إضافة لعمليات الاستنفار السريع وإخراج الأسلحة الثقيلة لرفع الجاهزية لأي طارئ. لا تزال كتائب الثوار تتمركز في نقاطها العسكرية في أحياء برزة والقابون وحي تشرين، وهم على أهبة الاستعداد للقيام بأي عمل عسكري على حد وصفهم. يمان السيد، أورينت نيوز، دمشق.